السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الأولى من سلسلة ويريد نقرأ. السلسلة هيكون الهدف منها التحفيز على القراءة، لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأول أمر أنزل كان اقرأ. فالهدف من السلسلة هو التشجيع على الكتاب. مش هنلخص الكتاب بقدر ما احنا هندي مقتطفات تحفزك وتشجعك ان انت تقرأ الكتاب. النهاردة بقيتنا مع كتاب مثير شوية للجدل، محفز على القراءة، هنعمل له تشويق أكتر عشان نقرأه إن شاء الله. الكتاب الكتب كلها بشكل عام هتبقى PDF، هتبقى موجودة في أول تعليق تحت الفيديو، وفي اليوتيوب هيبقى في شرح تحت الفيديو. نبدأ الحلقة الأولى على بركة الله. أول كتاب النهاردة يعتبر في مجال علم النفس، بس كتاب مبسط يعني، للدكتور محمد طه. هو طبيب نفسي وتلميذه الدكتور رفعت محفوظ. الكتاب بشكل عام بيجي بلهجة عامية، فده بيساعد شوية ويبقى قريب من الناس في قراءته. الكتاب ممتع، مبسط، مش بيستخدم مصطلحات علم النفس المعقدة ولا أي حاجة، بالعكس بيضرب لك أمثلة بتلاقيها حواليك، بتلاقيها شفتها في الشغل، شفتها في البيت، فبالتالي بتحفزك أكتر. وأسلوب الكاتب نفسه في الكتاب بيشوقك ويخليك ان انت تكمل الكتاب. هنبدأ ببعض المقتطفات كده سريعة من الكتاب. بيقول ايه؟ العلاقات الطيبة هي اكسير الحياة، وهي الترياق الوحيد ضد الذبول الروحي والموت النفسي. الدكتور رفعت محفوظ وهو استاذ المؤلف زي ما قلنا قال ايه؟ قال انا مصدق ان اي حد بعلمه او اعالجه في يوم من الايام هيكون احسن مني، وده نجاح الحقيقي. تخيل بقى المبدأ ده لو المدرسين او المعلمين بشكل عام او اي حد بيحاول يعلم حاجة او يعالجه، يكون ده مبدأه ان انت بتتعلم منه او بتتعالج تحت دي، ان شاء الله تبقى احسن منه. بقولك من اكتر الامراض النفسية المنتشرة في مصر نوع منها يسمى الامراض النفس جسدية، بمعنى ان المريض بيكون بيعاني من امراض جسدية، بس الاشكالية فعلا ما لهاش اي اسباب عضويه، والسبب الحقيقي مش بيبقاش عضوي. طيب لما حضرتك ممكن تشوف واحده في الشارع لاول مره وتحس تجاهها بحب مفاجئ وقوي وسريع ومشاعر رهيبه، ومفاجاه زي ما بيقولوا ايه كده، الحب من اول نظره، وان دي افظع بنت في الدنيا، وان دي اروع كائن، خد بالك. غالبا ان المشاعر دي مش لهذا الشخص اللي انت شفته او هذه البني ادم شفتها، دي مشاعر قديمه متخزنه جواك ناحيه اي حاجه بقى تاني في الماضي، سواء فتاه قبل كده كنت تحبها، ام مثاليه في حياتك، هكذا امثله كتيره مضروبه. كتير قوي من الناس اللي حواليك بيحاول يلبسك دور مهم ومؤثر في مسرحيه حياته هو، فخد بالك عشان ما تلبسش دور ما يكونش حقيقتك انت. بص هتلاقي حد بيطلع منك اشر حاجه ويستفزك وتصيد اخطائك عشان يلبسك دور الشرير المفتري، ويؤكد في الرساله ان هو انسان طيب والناس وحشين. نقطه ثانيه بقول لك هتلاقي اللي حواليك بيحاول يلبسك دور الجاني او الضحيه او المنقذ، والمشكله ان انت مش واحد من دول خالص، انت مجرد انسان غلبان عادي. ممكن تلاقي طفل اتعرض لتربيه وباسلوب وحش جدا من والده او والدته، والكارثه بقى والمصيبه لما يكبر ويخلف ابناء بدل ما يعمل عكس اللي كان بيتعمل معاه وهو صغير في تربيته، يلبس نفس الدور، يقوم كانه بينتقم، يلبس دور والده ووالدته وينتقم من اولاده ويمثل عليهم نفس الدور. بيقول لك يا سيدي ان الجنين في بطن امه بيحس وبيستقبل المشاعر، يعرف اذا كانت امه بتحبه او ما بتحبوش، عايزاه يجي ومستنياه بشوق ولا ده غلطة ومحتاجة تتخلص منها. بقول لك يا سيدي ان الدفاع القوي والناجح والناجع ضد كل الامراض النفسية مهما العلم زاد والابحاث زادت، حاجة بسيطة جدا، هو وجود انسان او علاقة ولو مع واحد شخص واحد قبلك ومهتم بيك وبيحبك حب حقيقي ملوش شروط. بيقول ايه تاني؟ عاوز اقول لكم بكل معنى الامل والرجاء، ارضوا باولادكم باقل القليل، بلاش تعيرهم بتقصيرهم وعدم اكتمالهم، بلاش تجلدوهم بكرباج لازم وتشنقوهم بحبل المفروض، سامحوهم، اعذروهم، اقبلوا اخطائهم وضعفهم وفشلهم.
نقطة تانية بيقول فيها إيه؟ التغيير، تغيير المهنة اللي هو الكارير شيفت، مش دايما فشل. إن واحد مثلا، ندي أمثلة، واحد خريج حقوق ما اشتغلش في الحقوق، راح اشتغل في التسويق. واحد خريج تجارة ما اشتغلش في مجاله، راح اشتغل في شغلانة إدارية أو في المبيعات. فده مش شرط إنه يكون فشل، ولا هو بالضرورة سوء تقدير، ولا ممكن يكون وراه واحد بيحاول يكتشف نفسه من جديد. ما هو اللي وداه في الكارير دوت هو مكتب التنسيق، فما حسش بنفسه في الجزئية دي، فبيدور يخرج بره الصندوق، يعمل حاجة خارج النص، حاجة يحس بيها بكيان زي ما بيقول، مهما كان الثمن بقى. احنا مش اسمنا ولا شكلنا ولا شغلنا ولا اهلنا، احنا الاثر، الاثر اللي بنسيبه في الناس وفي الاشياء وفي الاماكن اللي بنكون فيها. كتب الطب النفسي بتقول ايه؟ عشان يحصل لك انت مرض نفسي، لازم يكون على الاقل، يعني الحد الادنى، في 3 حاجات تحصل عشان تصبح مريض نفسي. في 3 حاجات مفروض تحصل لك. اول حاجة ان يكون عندك استعداد وراثي وجيني. تاني حاجة هي طريقة تربيتك ومعاملتك من اهلك من لحظة الطفولة يعني. تالت حاجة بقى ان انت كنت تعرضت لظرف قوي وشديد فوق قدرتك ومقدرتك على المقاومة فانهارت. يعني طبعا في اسباب تانية كتير، بس انا الكاتب بيجيب 3 اسباب رئيسية لاي مريض نفسي دور لازم هتلاقي عنده الثلاثة دول في الاساس يعني، او احدهم يعني. احنا كبشر عندنا قدرة هائلة على المقاومة ودوافع نفسية فطرية ان احنا نتغير، وان احنا عندنا قوة جذب رهيبة تجاه الحياة. بيجي فصل بعد كده انواع العلاقات الخطره اللي هو عنوان الكتاب. طبعا هو الكاتب فيها اسهاب في شرح العلاقات دي، وجايب 30 نوع من العلاقات، 30 نوع من العلاقات مهمه جدا. هناخد بس منها بعض عناوين العلاقات، وان شاء الله في الكتاب تجد التفصيل بتاعها. العلاقه مع شخص نرجسي، العلاقه مع حد موسوس، العلاقه مع لا شيء، العلاقه اللي تحير، العلاقه اللي تجنن، العلاقة اللي ما تتسماش، العلاقة مع مدمن، العلاقة، وانا هسميها كده غير اسمها في الكتاب، العلاقة الحميمية. الكتاب مسميها العلاقة الجنسية، بس انا شايف ان ده افضل ليها. والعلاقة دي بالذات من النوع دوت الصراحة، انا لو مش هتقرا الكتاب افتح الكتاب صفحة 262، العلاقة رقم 28، واقراها. مهم جدا للمتجوزين والمقبلين على الجواز الصراحة. يعني فعلا طبيعة العلاقة دي أحد أهم الأسباب الرئيسية في المشاكل العائلية في البيوت كلها، وخاصة في المجتمعات اللي تسمى مجتمعات محافظة، بس في الأساس وللأسف هي محافظة على غير ما قال الله ورسوله. النقطة اللي بعد كده بيقول إحنا الرسائل بتاعتنا، أنا بوصل لك رسالة، مش مجرد الكلام اللي أنا بقوله ده، الكلام اللي أنا بقوله بيمثل 7% بس من الرسالة، بقيت النسبة كلها اللي هي 93% حاجات تانية كتير قوي، عبارة عن نبرة صوتي، تعبيرات وشي، نبرة الصوت نفسها، زي ما بقول لغة الجسد. والكارثة ان انت ممكن تكتشف ان انت بتكلم واحد فبتوصل له رسالتين في نفس الوقت. يعني ممكن اقول له انا مطمن وانا قاعد قلقان، انا بتكلم بقول له انا مطمن وجسمي قلقان، ايدي عمالة تتهز. ممكن اقول لواحد يقول انا متضايق، انا متضايق وانا عمال بضحك، فكأن يعني في حاجه مش مظبوطه. اقول انا مثلا بقول ده انا كويس والحمد لله كويس، وانا دموعي نازله على عيني. فكده رسالتين عكس بعض انت وصلتهم في نفس الوقت. بقول لك يا سيدي ايه بقى؟ النجاح او الزواج، نجاحه او فشله قرار، بس مش قرار بيتخذ في توقيت معين، لا ده قرار بيتجدد كل يوم وكل دقيقه وكل لحظه، عامل زي النفس بتاع الانسان كده، عامل زي دقات قلبك. الكلام ده يا ريت كل 2 متجوزين ياخدوا بالهم منه، وكل اسره تاخد بالها منه. يبقى قرار الزواج الناجح ده قرار بيتجدد كل لحظه، كل دقيقه، نفسكم زي قلبك، نبض القلب. والزواج هو مش نهايه الطريق زي الافلام العربي، الزواج هو بدايه، بدايه حياه او بدايه موت، يا بدايه حياه يا بدايه موت. الزواج يا إما أرض خصبة لزرع الحب، يا إما أرض وعرة لزرع الكراهية. الزواج يا إما روضة من رياض الجنة، يا إما حفرة من حفر النار.
وبكده نكون انتهينا من التشويق لأول كتاب في السلسلة بتاعتنا علاقات خطرة. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة في رعاية الله.